ستحظى عند الزواج بالهند بحفل زفاف أسطوري، فالعادات هناك غير مألوفة وجديدة، حيث يجب عليك اتباعها عند الزواج والالتزام بممارسة جميع طقوسهم الغريبة بداية من التقدم للعروس حتى الزواج. فهذه العادات والتقاليد تمارس منذ القدم في بعض مدن الهند وحتى هذه اللحظة. أغرب عادات الزواج في الهند: في البداية ستختار العروس وسيستقبلك أهلها بالعسل والزبادي، وعند الاتفاق تقدم العروس المهر لك تعبيراً عن حبها، وتهدي النساء هدايا حادة للعروس خلال فترة الخطوبة مثل السكاكين والمعادن للمحافظة عليها ومنع تقدم شخص آخر لها. والعادة الأصعب بالنسبة لك هي الجلد من قبل مجموعة من الشباب لاختبار قدرة تحملك. وعند حفل الزفاف يزين منزل أهل العروس بالزهور لإقامة الاحتفال به واستقبال عائلتك، ولا يسمح لأحد في الحفل بارتداء اللون الأحمر كونه خاص بالعروس، كما يحظر في الحفل ارتداء اللونان الأبيض والأسود، وذلك لأنهما يرمزا إلى الحداد بالنسبة للثقافة الهندية. وترتدي العروس في الهند اللباس الأحمر وتضع حلياً مزينة بالزهور حول عنقها، وتصبغ يدها وقدميها بالحناء ذات اللون الداكن، ويمنع خروجها من منزلها طوال مراسم الزفاف، وتلبس خاتماً في الأصبع الثاني بالقدم اليمنى معتقدة أن ذلك يحافظ على صحتها وينظم الدورة الشهرية لها. وفي حفل الزفاف يتم قراءة العهد الهندوسي وإشعال النيران، ثم تستعرض العروس رقصتها الخاصة أمام الجميع. من بعدها يصب شقيق العروس الأرز بيدها، ثم تتساقط حبات الأرز بيدك من ثم تقع في النيران. وبعد الحفل تذهب الزوجة إلى بيتك وتدخل بقدمها اليمنى وترك للوعاء المليء بالأرز أمام منزلها لجلب الحظ السعيد. بعد يوم من حفل الزفاف يقام حفل آخر لاستقبال الأهل والأقارب في منزل والد العروس، ويرقص جميع الحضور ما عدا العروس، إذ يجب أن تكون هادئة في هذا اليوم. هناك بعض البلدان العربية تتبع بعض هذه العادات، خاصة عادة صبغ اليدين بالحناء خلال حفل الزفاف. في الختام، أخبرنا، ما هي عادات الزواج الغريبة في بلادك والتي ترغب في تغييرها؟